الو 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 الو، تمام. استنى حضرتك. طيب يا دكتور رمضان كريم، الله أكرم. أنت يا باشمهندس، أنا بس منتظر شوية لحد لما زميلكم يخشوا. انت سامعني كويس شباب؟ الصوت واضح ولا في مشكلة في الصوت؟ سامعني كويس؟ واضح؟ تمام دكتور. طيب، هو الإنترنت بس في مشكلة الفترة دي، مش عارف يعني. أنا حتى لغيت كذا محاضرة لكذا حد تاني بسبب إن الإنترنت كان فيه مشكلة، يعني السرعة بتاعت النت مش حلوة واللي بيحصل تقطيع كتير. ربنا يسهل كده والأمور تمشي بخير. مبدئيا أخباركم إيه؟ طمنوني عليكم، عاملين إيه؟ الحمد لله. عرفتوا ايه عن الاجراءات والتفاصيل الخاصه بالمواد والنجاح فيها وكده؟ ايه الاخبار اللي وصلت لكم؟ معايا شباب؟ سامعني؟ سامعين حاجات كده يا بس هو مفيش اخبار واضحه في حاجات، يعني في حاجات لسه الدنيا مش واضحه قوي بصراحه، طيب، هو اللي وصلني في حاجات لسه الدنيا فيها مجهولة. اللي أنا عرفته حتى الآن، يعني طبعا آخر المحاضرات تنتهي يوم 3/4، مفيش تدريس بعد الميعاد ده. إن زي ما أنتوا عارفين طبعا، إن المواد يا إما نجاح أو لأ، مفيش حاجة تانية، مفيش درجات يعني، مفيش تقديرات. هيطلب منكم بحث في كل مادة في الغالب، بحث أو تقرير يعني بمعنى آخر. التقارير دي هيتم إعلان عنها من يوم 5 ليوم 7، من يوم 5/5 ليوم 7/5. طبعا هيبقى فيه تفاصيل خاصة بالأبحاث دي من حيث الصفحات والكلمات والمواضيع والعناوين وكل الحاجات دي. الكويز والأسايمنت اللي اتعملت اللي هيؤخذ بيها فقط، بس اللي هي قبل تعليق الدراسة، اللي اتعملت بعد تعليق الدراسة دي لن يؤخذ بيها، أو يعني تهمل يعني. يعني دي أهم الحاجات هو اللي دكتور، بالنسبة إن في ناس سينيور بتاخد المادة مع حضرتك برضه ما دي أنا بتتخرج. مش عارف دي وضعها إيه، دي المشكلة، مش عارف دي هتبقى وضعها إيه. دي مشكلة، لازم ترجعوا للإدارة بتاعة الكلية عشان هي اللي توضح الحاجات دي. تمام.
كل تفاصيل الامتحان هتبقى او السيرش يعني تبقى معلنة قبل 21/5 وفي معاد للتسليم معطى يعني ليكم او النتيجة يعني ممكن تظهر قبل المعاد ده. يعني انا ممكن ابقى اوريكم التفاصيل اللي جات لي من عندكم تشوفوها. المهم النهارده ان شاء الله تبقى دي المحاضرة الأخيرة. الجزء اللي احنا مش هنستكمله في المنهج طبعا في كام محاضرة كده ناقصة المفروض ناخدها نتيجة بقى اللي حصل ده ونتيجة الأسبوع الأجازة بتاع شام النسيم. المحاضرات الأخيرة دي أنا هعمل لكم فيديو تسجيل ليها شرح وأرفع لكم اللينك بتاع الفيديو على الـ LMS وهيبقى فيه فيدباك بقى معاكم لو أي أسئلة عندكم ولا حاجة ممكن نتناقش فيها بعد كده. لكن مش هيكون فيه محاضرات بعد 30/4 محاضرات أونلاين أو شرح أو كده. معايا شباب تمام؟ هنحاول النهاردة بقدر الإمكان نغطي أكبر جزء من المحاضرات اللي باقية. الجزء اللي مش هنقدر نغطيه النهاردة هحاول أعمل لكم تسجيل ليه شرح وأرفعه لكم على الـ LMS. المشاريع دي حد بص فيها أو شافها؟ كان في بعض الأبلكيشن كنت أنا مديها لكم زي التطبيق ده والتطبيق الثاني اللي هو ده بتاع البوتل لاين والبوتل فيلينج والتطبيق بتاع الميكسر او الباتشنج كنترول وكل حاجه كانت بالحل بتاعها. شفت البرامج دي حد بص فيها وشافها؟ سامعيني شباب ولا لا؟ طيب خلينا نستعرض بسرعه كده الافكار دي. دي تطبيقات على البرمجه اللي احنا خدناها على التايمر والكاونتر والكمبير والحاجات دي. يعني مثلا ده ابلكيشن بيبقى فيه مثلا 3 بلاير وقدام كل واحد منهم بوش بوتون وفي هوست هو اللي بيدير المسابقه دي كانها مسابقه وهيسال سؤال واول لاعب هيضغط على المفتاح اللي قدامه هو اللي هيبدا يجاوب. في بازر هيشتغل لمده 10 ثواني بمجرد ان حد من اللاعبين ضغط على المفتاح اللي قدامه وفي لمبه قدام اللاعب اللي هو هيجاوب هتنور لحد لما ينتهي من اجابته. كنا عايزين نعمل برنامج يحقق الاوبريشن ده. هتلاقي ان المطلوب ده موجود هنا عندك في بوينت 1 2 3 ده السيكونس بتاع الاوبريشن المطلوب وده جدول بالانبوت والاوتبوت. عندي 4 انبوت وعندي 4 اوتبوت 3 بوتون قدام كل لاعب والهوست سويتش وعندي 3 اوتبوت اللي هو اللمبه اللي قدام كل لاعب وعندي الاوتبوت بتاع البازر اللي بيعمل صوت لما لاعب يضغط على المفتاح اللي قدامه. وده البروجرام او ده شكل البرنامج او احد الحلول الممكنه للبرنامج ده او للتطبيق ده. لو اي لمبه نورت من الثلاث لمبات اللي قدام كل لاعب في ماركر هيشتغل. الماركر ده هيشغل تايمر 10 ثواني. التايمر ده هيحافظ على ان البازر يقدر يشغل 10 ثواني. بانتهاء ال 10 ثواني دول التايمر هيفصل الماركر وبالتالي البازر هيقف. التايمر هنا اخدته نوع روتنتيف مش اون ديلي. دي لها حكمه بسيطه كده في البرنامج ده. التايمر يحصل له ريسيت لما الهوست سويتش يتم الضغط عليه. لو اي لاعب ضغط على المفتاح بتاعه هيشغل اللمبه بتاعته بس بشرط كل اللمبات التانيه مش شغاله. ده البرنامج الاول. في اي سؤال فيه؟ في حد عنده اي سؤال في البرنامج ده شباب سامعني ولا لا؟ لا يا دكتور. واضح ان الصوت يعني مش واصل لكم كويس او بيقطع. تمام. طيب تمام. المشروع التاني بتاع البوتل فيلينج برضه ده مشروع بسيط مش صعب سهل. يعني عندنا هنا اتنين كونفير المين كونفير او الفيد موتور اللي بيشغل المين كونفير وعندي حاجه اسمها الاوت فيد موتور درايف او اوت فيد موتور ده اللي بياخد البوتل بعد ما اتملت ويطلعها بره بقى على خط الانتاج. يعني طبعا السيستم ده ليه ستارت وستوب ليه مفتاحين تشغيل وايقاف. كمان هنا في عند الفيد موتور في ليمت سويتش موجود على السير هنا عشان يحدد مكان البوتل الفاضيه اللي هتيجي ويوقفها بالضبط امام او تحت الثرمال فالف عشان يبدا يملاها. كمان هنا في حاجه اسمها فوتو اي ديتكتور او فوتو سنسور
عشان يعمل ديتكت للليفل بتاع الليكويد جوه البوتل انها اتملت او لا. فانا اول لما اعمل ستارت هيشتغل السير اللي هو الثاني والسير الاول هيشتغل برضه. السير الثاني هيفضل شغال بشكل مستمر لحد لما اعمل ستوب، مش هيقف الا لما اعمل ستوب اللي هو الاوت فيد موتور. بينما السير الاول ده اللي هو الفيد موتور هيشتغل لحد لما تيجي بوتل فاضيه عند الليم سويتش. اول لما الليم سويتش يحس ان في بوتل فاضيه جت في المكان ده يروح موقف السير، ويفضل السير واقف لمده نص ثانيه، بعديها الفالف يشتغل عشان يضمن ان البوتل ايه وقفت وبقت ثابته في مكانها. بعد الـ 0.5 سكند ده متمر الفالف يشتغل ويبدا يمن البوتل بالسائل لحد ما يحس الليفل سنسور او الفوتو اي ديتكتور، فيروح قافل الفالف. يقفل الفالف وما يحركش السير على طول، ينتظر 7-10 ثانيه بعد ما البوتل اتملت عشان السائل اللي جواها يستقر، وبعدين يحركها. هيحركها تروح على الايه على السير الثاني. وطبعا عشان يحركها لازم السير الاول يشتغل اللي هو الفيد موتور. فلما يشتغل السير الاول هتيجي بوتل ثانيه ايه فاضيه تحت مين، تحت الفالف عند الليم سويتش، فيبدا يكرر العمليه دي من جديد لحد لما اعمل الصب كل حاجه تقف. ده المطلوب. طبعا ده بالراف بيشرح المطلوب والوقت، وده الانبوت والاوتبوت اللي في المشروع، ودي الخطوات اللي احنا عايزين نشرحها بالكلام دلوقتي، وده البرنامج اللي بينفذ الكلام ده. طبعا هتلاقي البرنامج ده فيه 2 تايمر، تايمر نص ثانيه وتايمر 7-10 ثانيه عشان الزمانين اللي قلنا عليهم. وده الموتور رقم 2 اللي هو الاوت فيد موتور، وده الموتور رقم 1 اللي هو الفيد موتور اللي هو الموتور الرئيسي، وده الفالف الاوتبوت. البرنامج بسيط وسهل، في اي مشكله يعني لو في اي سؤال فيه ممكن نجاوبك عليه لو انتوا قريتوا الكلام ده او شفتوه. يعني في اي سؤال دكتور؟ هو انا في حاجه في نتورك 2 احنا عاملين اللي هو ام يعني مارك 0.0. ايوه ده ليه؟ انا مش فاهمه ليه ما حطيناهوش ام 1 مثلا. دلوقتي في نقطه مهمه. انا اول لما اعمل ستارت هيكون الليم سويتش مش شايف حاجه قدامه، فيكون مقفول، فيشتغل الموتور رقم 2 ويشتغل معاه في نفس اللحظه الموتور رقم 1 لحد لما تيجي بوتل قدام. فاول لما الليم سويتش يحس هيفتح المسار ده، فالموتور رقم 1 يقف. لو انا كنت عامل لاتش من الموتور رقم 1 زي ما انت قلتي، يعني لو ده ام 1، خد بالك ام 1 ده لو الموتور نمبر 1 اللي هو كيو 00 يعني، فلو ده اسمه كيو 00 دي هتبقى مشكله كده، الموتور مش هيقف لما الليم سويتش يشوف، هيبقى البرنامج غلط. يعني ما ينفعش دي تكون ام 1 او موتور 1، ما ينفعش تكون دي كيو 00، لان كده كان عامل سيلف لاتش، فكده لما الليم سويتش هيحس مش هيوقف الموتور. طيب ايه فايده بقى الماركر ده؟ ده ماركر مش موتور، خد بالك. ام 00 ده ماركر اللي هو الماركر ايه ده ماركر. ده اللي هيخلي السير ده يشتغل تاني بعد ما الـ البوتل تتملي. دلوقتي البوتل وقفت فاضيه، ايه اللي هيخليها تمشي لما تتملي؟ مش المفروض لما تتملي السير يتحرك؟ تمام. طب الليم سويتش شايف لان هي واقفه قدامه، يعني ده هيبقى ايه اللي هيحرك الموتور ده؟ هو الماركر ده. دايما الماركر ده هو اللي هيحركه بعد مرور ال 7-10 سكند بتاعه ان البوتل اتملت واستقر السائل جواها. هو مشغل الماركر، والماركر ده شغل السير مره ثانيه. يبقى الماركر ام 00 ده هو اللي هيمسؤول عن تشغيل السير رقم 1 هو الموتور رقم 1 مره ثانيه بعد ما البوتل تتملي. تمام. المشروع الثالث والرابع شبه بعض، يعني الباتش كنترول والميكسر ده شبه بعض، انا هشرح واحد فيهم وانتم بقى تبصوا على الثاني، مفيش مشكله، بسيط يعني. مثلا مشروع زي كده، ده عباره عن خزان او تانك وفي 3 ليفل سنسور، ميديوم ولو هاي. ده اللو ليفل وده الميديوم ليفل وده الهاي ليفل. وفي 2 فالف بيصبوا سوائل في الخزان ده او التانك ده. وفي مروحه للتقليب او موتور بيعمل تقليب للسائل جوه، للسائلين دول مع بعض. وفي فالف رقم 3 عشان يسحب السائل ويخرجه بره الخزان ده. ده الاوبريشن المطلوب. مطلوب لما اعمل ستارت، يعني ممكن اشرح لكم المطلوب بسهوله يعني. اول لما اعمل ستارت في مفتاح طبعا تشغيل مفتاح ايقاف للسيستم ده. فاول لما اعمل ستارت هيبقى الخزان طبعا في الاول فاضي، فيبدا فالف رقم 1 يشتغل. فيبدا السائل يرتفع مستواه في الخزان ده. اللو ليفل هيشوف ما يحصلش حاجه. يفضل السائل برضه يرتفع عن طريق فالف 1 لحد لما الميديوم يشوف. اول لما الميديوم ليفل سنسور يحس ان السائل وصل ليه للمستوى ده، فالف رقم 1 يقف يتوقف عن العمل ويمنع نزول السائل، ويبدا فالف رقم 2 يكمل او يشتغل بقى. ويبدا السائل يرتفع من اول الميديوم لحد الايه؟ الهاي.
اول لما الهاي يحس ان السير وصل له يقفل فالف رقم 2 كده الخزانه اتملى. يبدا الميكسر ده يقلب اظن لمده 20 ثانيه ولا حاجه. طيب اه 20 ثانيه ده تقريبا هو 20 ثانيه. فيفضل الميكسر ده يقلب بعد ما الخزانه اتملى لمده 20 ثانيه. بعد ال 20 ثانيه دول يقف الموتور ميكسر ويبدا فالف رقم 3 يشتغل لحد لما الخزان يفضى كله. اول لما يشغل فالف رقم 3 يبدا مستوى السائل ينخفض، هيبقى الهاي مش شايف، بعدين الميديا مش شايف، ثم اللو مش شايف. اول لما يبقى اللو مش شايف كده خلاص هي الخزان فضي، اقفل فالف رقم 3 وابدا اكرر العمليه دي مره ثانيه من جديد. يشتغل فالف رقم 1 لحد ما الميديا يشوف، ثم فالف رقم 2 لحد لما الهاي يشوف، ويقلب 20 ثانيه ويسحب السائل ده. يكرر العمليه دي اربع مرات، يقعد يملى ويفضي يملى ويفضي اربع مرات، وبعدين يقف وينور لمبه ان الاربع مرات دول تموا، خلاص كده في لمبه بينها تنور انديكيتور ليد، وما يشتغلش سيستم مره ثانيه الا لما اعمل ضغط على مفتاح اسمه ريست، فيرست ويبدا يشتغل من جديد اربع مرات ثانيين من جديد. لو عملت ستوب في اي لحظه من اللحظات السيستم يقف، ولما اجي اعمل ستارت في اي وقت السيستم يرجع يشتغل ثاني من المكان اللي اشتغل فيه او من المكان اللي وقف عنده. يعني لما اعمل ستوب يقف، اعمل ستارت يكمل من النقطه اللي وقف عندها، يعني السيستم بيفتكر هو كان فين. معايا يا شباب؟ انا عندي سؤال هسأله لكم وترد عليك يا دكتور. دلوقتي لو انا عملت ستوب وكان السائل موجود ما بين الميديوم واللو، يعني مستوى السائل كان موجود بين الميديوم ليفل واللو ليفل في الحته دي كده، وعملت ستوب، السيستم هيقف. طب لما اعمل ستارت مين هيشتغل؟ على حسب فالف 3 هو اللي كان شغال قبل كده ولا فالف 1. صح كده، لو كان فالف 1 هو اللي شغال كده كان بيملى هو اللي يكمل، ولو كان فالف 3 شغال هو اللي يكمل، على حسب انا كنت بملى ولا كنت بفضي. لان السائل في المستوى ده انت عندك كده احتمالين، ممكن يكون كان بيملى او كان بيفضي، فلازم السيستم بتاعك يكون فاكر وعارف هو كان بيملى ولا بيفضي عشان يبدا يكمل الحاجه اللي كانت شغاله قبل كده اللي تكمل شغل بعد كده. ونفس الكلام برضه لو السائل موجود بين الميديوم والهاي، هبقى عندي احتمالين، ممكن يكون فالف 2 اللي كان شغال او فالف 3 اللي كان شغال. عايز لما اعمل ستوب يقف، ولما اعمل ستارت اللي كان شغال يكمل. وحاجه ثالثه، افرض مثلا مر من زمن التقليب 7 ثواني، فاللي باقي كام ثانيه؟ 13 من 20 ثانيه. فلما اجي اعمل ستارت يكمل الوقت اللي باقي له، يعني كمان فاكر هو مر قد ايه من زمن التقليب، وبيكمل الوقت اللي باقي في التقليب او في زمن التقليب. كل الحاجات دي المفروض ايه يكون البرنامج بيحققها. لما نيجي بقى نبص على البرنامج، هنلاقي طبعا ده المطلوب وده البرنامج. هنا انا بستخدم في البرنامج طبعا ده الاوتبوت عندي كله فالف 1 فالف 2 فالف 3 والميكسر ده الاوتبوت. هنا ده التايمر اللي بيتحكم او بيحدد زمن التقليب اللي هو 20 ثانيه. مستوى تايمر ريتنتف تايمر. مختار نوع التايمر ريتنتف. هنا الكاونتر ده اللي بيعد اربع مرات او اربع سايكل. وهنا في الاول مستخدم ماركر عشان لما اعمل ستارت يشتغل ولما اعمل ستوب السيستم يقف. هتلاحظ بقى ان في كاونتر هنا ممكن ما تكونش فاهم هو بيعمل ايه. هنا في كاونتر اب. الكاونتر ده وظيفته يحدد انا في انهي مرحله، يعني مين اللي كان شغال، فالف 1 ولا فالف 2 ولا فالف 3، انا كنت بملى ولا كنت فاضي، هو اللي هيحدد الكلام ده. الكاونتر رقم 8. طب نشرح عشان نفهم اكتر. اول لما اعمل ستارت على المفتاح اللي في اللوحه الستارت بوش بوتون، هيشغل الماركر ده ويعمل لاتش، الماركر يفضل شغال. الماركر ده لما يشتغل هيقفل لي الكونتاكت دي، هيقفل الكونتاكت دي. الاول الكاونتر ده هيبقى في الاول اري 0 اللي هو سي 8، وبالتالي هيبقى شرط المقارنه ده بيتحقق، فاول حد هيشتغل عندي هو فالف 1. يبقى كده اول لما اعمل ستارت اول مره خالص هيشتغل فالف 1. يفضل الفالف 1 شغال والسائل مستواه بيرتفع لحد لما يحس مين؟ اللي هو هيشوف، ثم مين؟ ثم الميديوم. اول لما الميديوم ليفل يحس هيقفل لي الكونتاكت دي هنا. فالكونتر ده يقرا كام؟ يقرا واحد. اول لما يقرا واحد اذا الكونتر فيه واحد مش زيرو، فشرط المقارنه الاول ده هيبقى مش متحقق، والشرط التاني ده هو اللي هيكون متحقق. وبالتالي فالف 1 هيقف ويكمل فالف 2. فالف 2 هيكمل لحد لما الهاي ليفل سنسور يحس.
اول لما الهاي ليفل سنسور يحس هاخد نبضه منه هنا عن طريق امر الباسيف ايدج البي، فالكاونتر يعد 2 في 8 يعد 2. اول لما يعد 2 اذا شرط المقارنه ده اللي هو بيساوي 1 ما بقاش متحقق وبيتحقق الشرط الثاني، فبالتالي بالب 2 يقف واللي يشتغل الميكسر. اول لما الميكسر يشتغل هيبقى الكوانتر دي مقفوله، وبالتالي التايمر يبدا يعد 20 ثانيه. لما التايمر ينتهي من عد 20 ثانيه والميكسر شغال، التايمر هيقفل لي الكوانتر دي هنا في مع الكاونتر، فالكاونتر يعد 3. اول لما الكاونتر في 8 يعد 3 الميكسر يقف ويشتغل فالف رقم 3. فالف رقم 3 شغال، اذا السائل عمال ايه؟ عمال يسحب من الخزان، ينزل مستواه ويفضل يسحب كده لحد لما ايه؟ لما تيجي ان اللو ليفل يبقى مش شايف. اول لما اللو ليفل سنسور يبقى مش شايف السائل يعني ينخفض على مستواه، هاخد منه نيجاتيف ايدج، هيحصل ايه للكاونتر ده؟ يحصل له ريست. وفي نفس اللحظة هعد بقى هنا كده ايه؟ عدة او نبضة يعني مع الكاونتر التاني، ان كده عملت وان سايكل. كده اول سايكل الخزان اتملى وفضى. وابدا اكرر سايكل بقى تانية من جديد، لان هيبقى طبعا ده الاول لما يكون في زيرو هيرجع يشتغل مرة تانية فالف رقم 1. فأي لحظة لو عملت ستوب الماركر هيقف وكل الحاجات دي هتقف، بس هيفضل الكاونتر ده قاري وعارف الرقم بتاعه كام. فبالتالي لما اجي اعمل ستارت اللي كان شغال هيشتغل، لان الكاونتر بيعرف هو جواه زيرو ولا 1 ولا 2 ولا 3. الكاونتر ما بينساش. في النهايه لما احب اعمل بعد الاربع سايكل ما يخلصوا، لما الكاونتر ده يعد اربع سايكل لو سي 9 هيفتح الكونتاكت دي، وبالتالي برضو يوقف كل حاجه، مش هيشتغل تاني الا لما اعمل ايه؟ ريسيت. فاول لما اعمل ريسيت الكاونتر ريسيت ترجع دي مقفوله، وكمان الضغط على الريسيت هتشغل الماركر عشان السيستم يشتغل من غير محتاج ان نعمل ستارت. وانس ان ضغطت على الريسيت المشروع هيشتغل مره ثانيه بدون محتاج ان نعمل ستارت من جديد. لو في اي سؤال يا شباب في البرنامج. هنا استخدمنا امر الكومبير، استخدمنا الكاونتر، استخدمنا تايمر اتنتيف، واستخدمنا ماركر، واستخدمنا امر البي وامر الان. فاستخدمنا معظم الحاجات اللي شرحناها اللي هو الريسيت والريسيت والبي والان والحاجات دي. لو في اي سؤال عند اي حد، في اسئله يا شباب في البرنامج ده؟ في حد عنده سؤال في البرنامج او في مشروع؟ مفهوم. طيب تمام. يعني كده احنا خلصنا ايه الجزئيه دي في الشرح للتطبيقات على الامر اللي احنا خدناها كمشروعات بسيطه. كده نخليه في الاخر. هنا بقى دي حاجه تهمني قوي. في اوامر تانية بقى غير اللي احنا خدناها، غير السيت والريسيت، غير البي والان، غير التايمر والكاونتر والكومبير. في تعامل مع البي ال سي بيهم مهتم جدا او بيهمه الميموري واحجامها. انا ممكن اتعامل مع الميموري كانها بايت او كانها وورد او كانها دبل وورد. لما احب اتعامل مع اي ميموري سواء في البي اريا او الاي اريا او الكيو او الام اريا او الاس او الال او اي ميموري في البي ال سي كبايت، اكتب الليتر بتاع الميموري. مثلا لو اتكلم على الاي انبوت، الاي ميموري او الاي اريا يعني كانبوت ميموري اريا، فاقول اي بي مثلا كذا، او اقول كيو بي كذا، او اقول ام بي كذا. حرف البي بعد الاريا بي دي معناها بايت، ان انا بتكلم على ميموري حجمها بايت. لما احب اتكلم على ميموري حجمها بايت اللي فيها 8 بت، بكتب حرف البي بعد الليتر بتاع الاريا. مثلا لما اقول في بي 100 انا بتكلم على البايت رقم 100 اللي موجوده في الفي اريا. لما اقول كيو بي 100 انا بتكلم على البايت رقم 100 في الكيو اريا. بايت يعني كام بت؟ يعني 8 بت. طب لو عايز اتكلم على وورد اكتب بدل بي اكتب دبليو. فلما اقول في دبليو 100 انا كده بتكلم على وورد. طيب ما هي 100 دي من شويه كانت بايت، ازاي بقت وورد؟ وورد دي يعني 16 بت. هو هيعمل ايه السيمنز سوفت وير؟ بيضم البايت اللي بعد ال 100 دي ليها، يبقى هما الاثنين مع بعض حجمهم وورد. فلما اقول في دبليو 100 هو كده هيضم الفي بي 100 مع الفي بي 101. هما الاثنين مع بعض كده بيمثلوا 2 بايت يعني وورد. وتكون البيت رقم 0 في 101 هي الليست سيجنفكت بت، والبيت رقم 7 في الفي بي 100 هي الموست سيجنفكت بت. ودي كده كلها وورد كامل 16 بت. ولما اقول في دي 100 انا كده بتكلم على دبل وورد. دبل وورد يعني 4 بايت. هياخد البايت رقم 100 و101 و102 و103.
ناخد 4 بايت مع بعض يضمهم على بعض عشان يكون دبل بورد. هنا في حاجه مهمه او حاجتين مهمين. الحاجه الاولى لو انت في البرنامج استخدمت الفي بي 100 فانت عارف ان الفي بي 100 دي عباره عن 8 بت بدءا من البت رقم 0 لحد البت رقم 7. فما تجيش في البرنامج تروح عامل كويل حجم 1 بت وتسميه مثلا ايه في 100.0 لانك مستخدم الفي بي 100 كبايت. فلو انت مستخدم الفي بي 100 كبايت ما تاخدش منها 1 بت ككويل او كونتاكت في البرنامج ممكن تعمل لك مشكله ويحصل تداخل ما بينهم من بعض. فلو انت استخدمت الادرس كبايت ما تستخدموش كبت عشان ما يحصلش تداخل بين الكومتين مع بعض. ونفس الكلام لو انت استخدمت برضو ادرس كوورد ما تاخدش منه 1 بت في البرنامج ككويل بشكل فردي. الحاجه الثانيه لو انت خدت ادرس اسمه في بي 100 في دبليو 100 يبقى اللي وراه كام؟ في دبليو كام؟ 102 ما تاخدش 101 لان 101 دي مستخدمه اصلا مع 100. يبقى انت لو واخد وورد رقمها 100 في دبليو 100 يبقى الوورد اللي بعدها اللي هتاخدها اسمها ايه؟ في دبليو 102 واللي بعدها في دبليو 104 وهكذا. طب لو انت خدت في دي 100 يبقى اللي بعدها في دي 104 واللي بعدها في دي 108. لازم ما يحصلش عندك تداخل فما تاخدش حاجه مكرره عشان ما يحصلش مشكله في البرمجه. دي نقطه مهمه جدا في الميموري بتاعه سيمز مهمه انك تعرفوها بالتفصيل. لو في اي سؤال في الحته دي يا شباب، في حد عنده اسئله في الجزئيه دي؟ الصوت وصل لكم كويس؟ سامعيني تمام ولا في مشكله في الصوت؟ دكتور السؤال بس يعني اتفضل. دكتور حضرتك سامعني؟ انا سامعك. اه اتفضل. تمام. هو انا ليه يعني ممكن احتاج ان استخدم الادرس كبايت مش بت او احتاجه كدبل وورد او كورد؟ بالظبط هقول لك. لما استخدم الادرس كبت مالوش غير تمرين يا ام 1 يا اما 0، دي حاجه بشغلها او بطيئها. لكن لما اجي اتعامل مثلا مع تطبيقات فيها قيم، يعني مثلا لو انا بحسب عمليه حسابيه هجمع رقمين مع بعض او هطرحهم من بعض او بحسب سرعه دوران موتور، فالسرعه دي قيمه رقم فاليو. القيمه دي بقى مش 1 و 0، ده رقم ليه قيمه ممكن يبقى 150 160 300 400. فالقيمه دي عشان تتخزن لازم تتخزن في ادرس يكون بقى بايت او وورد او دبل وورد، ما ينفعش 1 بت. فانا محتاج في بعض الاحيان ان اخزن قيم فاليو ليها قيمه احطها في ادرس معين زي مثلا كانه بايت او كانه وورد او كانه دبل وورد. كلكم عارفين ان البايت اقصى قيمه ممكن تخزن فيها هي 255، انا اقدر اخزن رقم من 0 لحد 255 في البايت. الوورد بتشيل رقم من 0 لحد 32767 لو كان فيها ساين بت. اما الدبل وورد بقى بتشيل رقم كبير 2+36-1. فانا بستخدم الميموري كبايت وكوورد وكدبل وورد عشان اخزن جواها قيم وفاليو ارقام. ودي محتاجها في مشاريع مختلفه. تمام؟ ده امر الموف، امر التخزين موف بايت. الامر ده يقدر اخد داتا من الانبوت اكتبها هنا في الانبوت واخزنها في الاوتبوت. امر موف بايت ده بيتعامل مع ميموري حجمها بايت. لما الانبوت ده هيقفل القيمه اللي مكتوبه هنا في الانبوت هيتم تخزينها في الاوتبوت. الاوتبوت مكتوب ام بي 1 فالام ده ماركر والبي دي معناها بايت وده رقم 1. وبالتالي اول لما الاي يتم الضغط عليه هيتم تسجيل رقم 15 في الام بي 1. الانبوت هنا ممكن يبقى رقم ثابت زي ما انا كاتب كده 15، ممكن يكون ادرس يعني ممكن اكتب مثلا ايه ام بي 2 انا اخزن قيمه ام بي 2 في ام بي 1، اخد القيمه اللي جوه ام بي 2 واحطها فين؟ في ام بي 1. هنا امر الموف ده بياخد القيمه اللي في الانبوت او السورس بياخدها كوبي مش كات، يعني بياخد نسخه منها مع الحفاظ عليها، بينما القيمه القديمه اللي موجوده في الام بي 1 بتشال وتحط مكانها قيمه جديده بعد تنفيذ امر التخزين او امر الموف. موف بايت لازم يكون الانبوت والاوتبوت حجمهم بايت. هتلاقي في امر ثاني اسمه موف وورد الميموري بيكون حجمها وورد، في امر ثاني اسمه موف دبل وورد الامر بيكون الميموري بيكون حجمها دبل وورد، يعني 16 الوورد 16 بت والدبل 32 بت. ده امر اسمه موف، امر مهم جدا بيستخدم في اطباق كتيره لما احب اخزن ارقام في اماكن معينه او اخد داتا اسجلها في مكان معين في البرنامج، فدي مهم جدا في اطباقات كتيره هنشوفها.
في امر ثاني اسمه سواب، ده بيعمل تبديل للاثنين بايت اللي جوه الوورد. امر سواب لو انت عندك وورد مكونه من 2 بايت هو بيدل لك القيم ده مكان ده. لما تحط بص بايدج قدام الامر كده الامر ده يتنفذ مره واحده بس لما الانبوت ده يتقفل، مش هيتنفذ مره ثانيه الا لما يتم الضغط مره ثانيه على الانبوت اللي هو اسمه ايزو دي. امر الشيفت بقى والروتيت، في امر شيفت ليفت وامر شيفت رايت، وفي بقى شيفت ليفت للبايت والورد والدبل وورد. ده بيعمل ايه؟ البايت عندك 8 بت، في واحده اسمها الليست سيجنيفيكانت بت والموست سيجنيفيكانت بت. هو بيعمل ازاحه للبت دي بيزقها في اتجاه معين سواء ليفت او رايت على حسب الامر اللي انت مختاره ويحركها لك. لو انت عملت مثلا لبايت 8 شيفت 8 مرات شيفت بقت بزيرو، لان دايما الخانه اللي بتتشفت بيتم ملئها بزيرو. الاوامر دي كلها لها تطبيقات ولها استخدامات، هنحاول نسجل لكم فيديو يشرح التطبيقات الخاصه بالاوامر دي. طبعا زي ما في شيفت للبايت في روتيت للبايت، وفي نفس الكلام للورد والدبل وورد. امر روتيت بيختلف عن الشيفت ان هو دوران. يعني ايه دوران؟ يعني بعد ما ال 8 بت يتلفوا الخانه الاخيره ما تترميش، يعني الخانه الاخيره بترجع تلف تحط في الخانه الاولى اللي هي الليست. لو انت عندك بايت، البايت دي 8 بت، اول خانه على اليمين اسمها الليست سيجنيفيكانت بت، واخر خانه على الشمال اسمها الموست سيجنيفيكانت بت. لما بتعمل مره واحده روتيت الرقم اللي موجود في الموست هيلف ويتحط في الليست. طيب انا مش هطول عليكم عشان بس ما الوقت كمان بتاع المحاضره قرب يخلص. انا هسجل فيديو بيشرح الكلام ده بالتفصيل، وانتم عندكم المصادر اللي ممكن تراجعوا الحاجات دي منها، ودي هتبقى سيلف ستادي. يعني الحاجات الباقيه دي هتذاكروها كانها سيلف ستادي، هتذاكروا الكلام ده بتاع الاوامر دي، وكمان هتذاكروا المحاضره الخاصه بالانالوج. في محاضره انا هعملها هنا خاصه بالانالوج بي ال سي والتعامل مع الانالوج، هشرحها فيديو وابعت لكم الفيديو على ال ام اس اللينك بتاعه، بحيث برضه ذاكروا الكلام ده كسيلف ستادي. وانا هكون موجود معاكم لو في اي اسئله كفيدباك او رد على اي اسئله او استفسارات رد عليها. وكمان هيبقى في جزء اخير خاص بالسكادا برضه هحاول اشرحه برضه واعمل لكم فيديو ليه وتقروا فيه وتذاكروه سيلف ستادي مع نفسكم. برضه لو في اسئله هنحاول نجاوب عليها عشان بس الوقت ما يعني قرب ينتهي. لو في بقى حد عنده اي تعليق يقول وانا سامعكم كويس قوي، لو في حد عنده اي كومنت او اي تعليق او اي حاجه. معايا شباب سامعني؟ دكتور هو معلش هو عشان بس دخلت متاخر شويه، هو بالنسبه للفاينل هو حضرتك قررت هنعمل فيه ايه بالظبط ولا لسه؟ لا لسه والله ما قررتش، بفكر. بس هو في الغالب هيبقى فيه نقاط معينه هتبقى موضع بحث يعني، وممكن يبقى فيه تطبيق او بروجكت معين هوصفه لكم وتعملوا برنامج ليه. وهطلب منكم غير البرنامج كمان انك تتكلم شويه عن المكونات الخاصه بالتطبيق كتكنيكال ديتيلز. يعني مثلا لو بنتكلم على برودكشن لاين، فالبرودكشن لاين ده هيبقى فيه موتور، هتتكلمني عن الموتور شويه. هيبقى فيه مجموعه سنسور هتتكلم عنها كتكنيكال ديتيلز مثلا، وهتتكلم على الكونكشن بتاعها. هيبقى فيه مثلا لمبات بيان، هيبقى فيه فالف، هيبقى فيه حاجات مكونات يعني هاردوير. هتكلمنا الاول عن المكونات الخاصه بالمشروع ده كهاردوير الاول بشويه تفاصيل فنيه ليها، بعدين كمان ترسم لي الكونكشن بتاع الكومبوننت دي كلها مع البي ال سي، والحاجه الاخيره تروح عامل لي برنامج ينفذ الاوبريشن اللي هكون انا طالبه منك في المشروع ده. ده بالاضافه لان يبقى في بعض النقاط البحثيه اللي هتعملها، يعني ممكن يبقى في اكتر من نقطه في البحث مش حاجه واحده يعني. تمام يا شباب سامعني؟ اوكي تمام يا دكتور. بس طبعا ده الصوت الباقي لسه المفروض بقى يعني ايه، مش عارف هي الاداره عندكم هتسيب الموضوع مفتوح للاساتذه هم اللي يحطوا كل التصور، ولا هتحط قواعد معينه لعدد الصفحات لعدد الكلمات. يعني الحاجات دي لسه مش واضحه قدامنا دلوقتي قوي، يعني لسه ما جاش تعليمات بيها او ما شفناش الوضع بتاعها ايه. لكن بشكل مبدئي ده اللي يعني هيبقى الطلب بتاع الماده بتاعتنا في الرينج ده. هيبقى في نقاط معينه هتعمل سيرش عليها، حاجات مثلا خاصه بالسكادا والدي سي اس والكوميونيكيشن مثلا بين البي ال سي وحاجات ثانيه. وهيبقى في زي بروجكت او ابلكيشن هنتكلم عن الكونكشن بتاعه والمكونات والبرمجه بتاعته. ده تصوري لموضوع البحث يعني.
وفي نقطة بقى محتار فيها شوية وانتوا برضو أفيدونا فيها. دلوقتي الأسايمنت والكويز اللي احنا عملناهم خلال فترة، ما عملناش كويز، عملنا أسايمنت واحد خلال فترة تعليق الدراسة ده، الجامعة ايه قالت لن يؤخذ به، وان هيتاخد فقط بالأسايمنت كويز اللي اتعمل أثناء الدراسة اللي هم في أول 5 أسابيع قبل تعليق الدراسة يعني. سمعيني كويس يا شباب؟ طيب هل كل الناس بقى يعني سلمت الاسايمنت والكويز في الاول، وفي ناس ما سلمتش وفي ناس ما حضرتش انا لسه ما علمتش الحاجات دي، فانا بصراحه متردد في ان انا اعلمها واضيفها، ولا يبقى فاينل سبمشن وخلاص، مش عارف يعني فكر فيها لسه. هو الدكتور هو كان في اقتراح كده، لو ينفع ان حضرتك الاسايمنت دي ده يعني اللي عملها مثلا حضرتك تاخدها مثلا في عين الاعتبار اللي هو في الفاينل سبمشن، يعني لو الفاينل سبمشن ما كانش احسن حاجه يعني لو ما كانش احسن حاجه حضرتك تشوف برده اللي تعب مثلا على الفتره اللي فاتت، تشوف هل فعلا كان شغال بس مثلا ما وفقش في حوار الريسيرش، عشان برده دي حاجات احنا ممكن نوعا ما اول مره نعملها بطريقه المفروض تبقى بروفيشنال شويه. تمام، الفاينل سبمشن بيكون ريسيرش محترم يعني. دكتور كل سنة حضرتك طيب. وانت طيب يا دكتور. انا عادية العيد كده ان شاء الله، واحنا عايزين نتخرج برضو يعني اخر سنة. بص والله والله من غير ما تقول اي حاجة، انا واعتقد كل اساتذة نفس الكلام متعاطفين جدا معاكم، وعارفين ان الظروف اللي احنا معانا دي ظروف غير عادية وصعبة جدا، فما تقلقوش من حاجة، بس انت عامل عليك يعني، احنا مش هنكون متعنتين خالص يعني، بالعكس هنكون. انا مقفل الاول كويز ومسلم الاسايمنت، بس عامه يعني كل سنه حضرتك طيب يعني. انا عارف. انا بس عايزكم كلكم وانتم بتعملوا الحاجات دي في حاجات تتجنبوها يعني، وانت بتعمل الريسيرش او الفاينل سبمشن. سامعيني يا شباب كويس ولا في مشكله؟ سامعيني؟ وانت بتعمل الفاينل سبمشن او الريسيرش بتاعك، حاول تتجنب بقدر الامكان انك ما تنقلش كوبي من زميلك يعني زي اللي هو عامله بالظبط. حاول يبقى ليك شخصيه في البحث بتاعك، حاول تبقى مختلف شويه، حتى لو تغير الشكل والستايل وبعض الباراجراف او الكلمات او يعني هيبقى في حاجات متشابهه بس مش ميبقاش البحث يعني ايه ما نقول كوبي، حاول تبقى انت ليك شخصيه في البحث بتاعك. دي اكتر حاجه ممكن تخليك يعني يبقى في نقطة سلبية في البحث ده، انه يكون منقول او انه يكون في تشابه وتطابق مع بحث تاني. سمعيني يا شباب كويس ولا لا؟ سمعيني. ولسه بقى التفاصيل لما هتنزل هنقول لكم عليها، وبرضه ممكن نعمل كده زي محاضرة، مش محاضرة بقى يعني، ممكن نتكلم تاني مع بعض لو في اي تعليمات او اي حاجات انتوا عايزين تعرفوها او تفاصيل عايزين تناقشوها، فانا هكون موجود معاكم بعد كده ان شاء الله. تمام يا دكتور، كل سنه وانتم طيبين، ومحدش يقلق ان شاء الله كله خير وكله هيبقى زي الفل ان شاء الله. السلام عليكم.